اتكلم مع تفضل واحد. السلام عليكم. وش اسمك انت يا ابني؟ انا اسمي محمد ابراهيم. طيب تعطينا شرح كده على الرسم اللي قدامنا؟ هي عناصر المسألة والخوارزم ومخطط الانفجار. يدوني وزن كربون، طب انا بعمل تلوث للبيئه كده يا شباب، فهمتوني؟ فنحن بنحاول نقلل من هذا الغاز حفاظا على مين؟ حفاظا على البيئه. أبناءكم الطلاب أنا نيابة عنهم أقول لكم شكرا، وعن أولياء أمورهم أقول لكم شكرا. أهلا وسهلا معالي الوزير، حياكم الله بمكة. كده شفت من حمزة تبين بصر ولا مع الطلاب إن شاء الله قريب. هذه 27 مبنى مدرسي فيما أذكره. نعم. 582 فصل. جميل. طاقة استيعابية 17470. تم استكمالها خلال الأشهر الفائتة. وهذه بدعم من سيدي خادم الحرمين الشريفين سيدي سمو ولي العهد، وأيضا سيدي سمو أمير منطقة مكة وسمو سيدي نائب أمير منطقة مكة. سيتم إطلاق منصة بمسمى قادة المستقبل تتيح لكل معلم ومعلمة أن يترشح لأن يكون قائدا لمدرسة أو وكيلا لمدرسة. الهدف من هذه المنصة هي إتاحة الفرصة لجميع الإداريين والمعلمين بأن يتنافسوا وفق قدراتهم وجدراتهم وكفاياتهم من أجل قيادة العمل التربوي. تطوير مسارات الثانوية العامة، هل يتفضل معاليكم بإطلاعنا على ما آل إليه العمل في هذا المشروع؟ المشروع متكامل من ناحية الوثائق، اللي متبقي الآن هو استكمال المناهج الخاصة فيه